السلام عليكم خواتاتي، اليوم جبت لكم واحد الوصفه هي سهله سريعه وكتجي زوينه بزاف، اللي هي نقولوا فطيره. فطيره هكا باش نديروا دواز اتاي هكا يجي شي دفع على غفله، فهي كتمشي غير خطوتين. يعني اكثر هي كنديروا في البريوش ولا الفطائر كيخمروا جوج المرات، كيكون فيهم بزاف ديال الشغل وكنعكزوا عليهم. هذه فيها غير جوج المراحل، غتخمر غير مره واحده. غادي نتبعوا المقادير ونشوفوا الطريقه. عندي هنا زلافه ديال المدافي وزلافه نتاع الطحين، عندي معلقه كبيره نتاع السكر سنيده سكر حبيبات، ملعقه ديال خميره الخبز، عندي هنايا بيضه شويه ديال الملح وملعقه كبيره ديال الزبده، وهنا عندي نص ديال خوخه ولا الشهديه وشويه ديال الشوكولاته كما كتلاحظوا معايا دقيقه للتزيين. غادي نبداو على بركه الله، نبداو بالخطوه الاولى. عندي هنا غادي ندير الخطوه الاولى، غادي ندير هذيك الزلافه ديال المدافي. تقدروا ديروا نص ماء ونص حليب. عندي هنا المعلقه كبيره ديال السكر والخميره، غادي نضيف الطحين. الطحين غنضيف واحد جوج معالق، جوج معالق كبار ولا ثلاثه، حنا بغينا غير باش يدخل لينا الهواء في داك خليط، وغادي نخليوه يستمر. كما كتلاحظوا معايا بعد ما تفعلت ليا الخميره، غادي نضيف هنا دابا غادي نضيف بيضه، كنضيف الملح، الملح القياس اللي ما غادي تجي لا حلوه ولا مالحه يعني عاديه. كنضيف دابا غادي نضيف الطحين تدريجيا وانا كنخلط. غادي ندير غادي نخلط هكا، غادي نضيف معلقه كبيره تاع الزبده، وغادي ندير الخليط ديالي يتعجن مزيان. غادي نعجنو مزيان وتتلك، هو غادي يجي بحال الشكل ديال العجينه ديال السفنج، يعني كتجي العجينه مطلوقه بحال ديال السفنج. الا خصكم هنايا الطحين كنزيدو، المهم حنا خصنا نحصلو على عجينه بحال ديال السفنج وتدلك مزيان. كما كتلاحظوا معايا بحال هكا العمليه الاولى كتساعد لك خصوصا اللي كنتي غتعجني بيديك، تخلطي مزيان. انا هنايا غادي نحتاج نضيف الطحين، نضيف واحد الكاس تاع الطحين. فملي كنخدموها في الاول هكا بحال اللي كتدلك لينا، وكنضيفوا الطحين حتى كنحصلوا على عجينه بحال قلنا ديال السفنج. ودابا كما قلنا غادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. انا هنا غادي نديرها في العجانه تعجن تدلك مزيان. وكما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال العجين ديالنا كما كتلاحظوا بعد ما تدلك. انا غادي نجيب هنا مول، نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، فهو هذا كيجي الحجم يعني متوسط، وكاين الحجم الصغير وكاين الكبير هذا متوسط. نتوما شوفوا على حساب الزلافه اللي غتعبروا بها الماء، وتقدروا تنقصوا وتقدروا تزيدوا الماء، وتقدروا كما قلنا تعوضوا ديروا نص كميه ديال الماء ونص كميه ديال الحليب، حتى الحليب كيعطي واحد الطاره واحد الهشاشه للفطيره ديالنا. كما كتلاحظوا معايا انا غادي نطلقها هكا على شكل خبيزه. وكما كتلاحظوا معايا انا زوقت هكا بهذا التشكيل ديال الخوخ، كنديرو هكا على شكل وريضات بالخوخ، وكنتكوهم في العجينه كما كتلاحظوا. كنحاولوا نلويو هكا نديرو شكل وريضات، وكنتكوهم في العجين، وكنزيدو الشوكولات ديالنا. تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا التفاح. غادي نخليو هاد العجينه ديالنا تخمر وتضاعف، تضاعف مزيان الاخر تضاعف العجين ديالي، ومن بعد غادي ندخلها طيب فرن عادي، يعني فرن عادي كطيب. نقصوا لها واحد شويه، ما نديروش الفرن يكون مجهد بزاف، وكنخليوها حتى كطيب. وكما كتلاحظوا معايا هو العجين ديالي بعد ما خمر، هو شوفوا كيجي خفيف وخمر ضعف ثلاثه ديال المرات، لاننا ما مخمرينه غير مره واحده.
وهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا جميل ديال الشهديه وفيها الشوكولات. انا غادي ندخلها الطيب ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا اللي حضرنا اليوم بالشهديه والشوكولات. كنتمنى انكم تجربوها وما تنساونيش في التعليقات ديالكم. انا هاني نقطع لكم نقطعت لكم طريف تشوفوا كما كتلاحظوا. شوفوا فهي كتجي خفيفه والشكل ديالها والمذاق حتى هو روعه. كنتمنى انكم تجربوا الفطيره اللي حضرنا اليوم وما تنساونيش في التعليقات ديالكم وديروا لايك. وإلا مازال ما اشتركتوش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.